الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني ما زلنا نقرأ في كتاب مناهل العرفان للشيخ شيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله ورحمه الله. نكمل لأخ محسن العالم ما وقفنا عنده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد معرفة الآيات. يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من معرفة آيات القرآن، ويرد عليهم نذكر لهذه المعرفة ثلاث فوائد لا فائدة واحدة. الفائدة الأولى العلم بأن كل ثلاث آيات انقصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها تلك الثلاث القصار. ووجه ذلك أن الله تعالى أعلن التحدي بالصورة الواحدة فقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. والصورة تصدق بأقصر صورة كما تصدق بأطول صورة، وأقصر صورة في القرآن هي صورة الكوثر وهي ثلاث آيات قصار. فثبت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة وفي قوتها الآية الواحدة الطويلة التي تكافئها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا إلى الحق منهم وسلم والحمد لله وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله وحبيبي في الله، مسألة الإعجاز وتحدي الله به، طبعا الشيخ ذكر الآية وإن كنتم في ريب من الزنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لكن حقيقة يعني هذه الآية فهم منها البعض غير ما ذكره الشيخ. التحدي وقع بالسورة في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اللي وردت في سورة يونس. إن كنتم في ريب يعني فأتوا بسورة مثله، ما قالش من مثله، لأن مثله مثل القرآن، من مثله تشبهه، وهذا وجه من وجوه التحدي. رب العباد لما تحدى العرب تحدى البشرية القاطبة تحدانا أن نأتي بمثل هذا القرآن فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بمثله مثل القرآن كله ما استطاع. بل بين تعالى أن هذا الأمر كتحدي رب العباد يعلم منه أنه مش مستحيل، لا ده من سابع المستحيلات، ولعلنا بين هذا في سابق لكن لا مانع أن نعيده حتى نوضح. قال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية الحقيقة يعني ذكرت وجوه من الإعجاز مش وجه، وجوه من التحدي مش وجه. العرب أنفسهم لما يكون الأمر مستحيل وأغرق جدا جدا في الاستحالة يقول هذا الأمر من رابع المستحيلات. ليه؟ لماذا من رابع المستحيلات؟ لأن الجمع عندهم يبدأ بثلاثة، وثلاثة ممتدة من ثلاثة إلى ما لا نهاية، إلى ملايين، إلى مليارات، كل هذا اسمه جمع. يبقى في أحاد وتثنية وفي جمع، إفراد وتثنية وجمع. الجمع مفتوح يبدأ من ثلاثة فصاعدة، فإذا تخطينا الثلاثة يبقى أوغلنا في التحدي،
لذا قالوا هذا الأمر من رابع المستحيلات، يعني مش فقط من مستحيل، من أقصى المستحيلات، لا ده تعدى. القرآن لما تحداهم لم يجعلهم من رابع المستحيلات، بل جعلهم من سابع المستحيلات. فقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس، اجتماع الإنس نفسه مستحيل. نقدر نجمع البشرية عن موجودين وأحياء؟ هل نستطيع أن نجمع كل البشرية من كل الأرض في مكان واحد؟ هذا مستحيل. المستحيل الثاني، هل نستطيع أن نجمع الجن من كل الأرض في مكان واحد؟ ده العفريت نجمعهم ازاي؟ مستحيل ثاني. هل نستطيع أن نجمع الإنس والجن معا في مكان واحد؟ هذا مستحيل ثالث. إذا شطر الآية هو القلق لأن اجتمعت الإنس والجن، يبقى ذكر ثلاث مستحيلات. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله، قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ودي فيها ثلاث مستحيلات أخرى. هل يمكن أن نوحد كلمة الإنس جميعا على هدف واحد يتفق عليه أن يقبل التحدي ويأتوا مثل هذا القرآن؟ ما نعرفش نوحد صف أهل مدينة، هنوحد كلمة كل أهل الأرض على هدف واحد أن يتظاهروا جميعا وتحالفوا جميعا واتفقوا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ هذا مستحيل رابع. هل نستطيع أن نوحد كلمة الجن ليتظاهروا جميعا واتفقوا جميعا واتحدوا جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ مستحيل خامس. هل نستطيع أن نوحد كلمة الإنس والجن جميعا ليتظاهروا جميعا واتفقوا واتحدوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ مستحيل سادس. وإذا وقعت هذه المستحيلات الستة واجتمع الكل وتظاهر الكل، فالإتيان بمثله مستحيل سابع. فقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني هذا الأمر من سابع المستحيلات، مش مستحيل بس، لا ده من سابع المستحيلات. والتحدي موجود بقى 14 قرن من قطر، من أول نزل الوحي في القرآن تحدى، وتحدى العرب في أزهى عصور العربية، أقول أزهى عصور العربية، كانت البلاغة عندهم طي على ألسنتهم والفصاحة هي لغتهم. القرآن جاء بأفصح اللغات وأبلغها التي يعرفونها، وتحداهم بها في هذا التوقيت. هذا التوقيت بالذات كانت اللغة العربية هي اللغة، لا أقول اللغة فقط، لا، ده اللغة العربية كانت أرجوزتهم، تسليتهم وتسليتهم. الناس عادة يبحث عن ما يسليه أو يسليه أو يسل عنه. النفوس البشرية تمل كما جاء في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم روح القلوب ساعة وساعة، حديث الحنظلة، حديث حنظلة، قال يا حنظلة روح القلوب ساعة وساعة، فالقلوب محتاجة ترويح، والبشرية جبلت على هذا التربية. ساعة عايزين يفرفشوا ويعنشوا، ولذلك هنجد في كل العصور وجد من يفرفشوا. في العصور القديمة كان السحرة، عصر فرعون وغيره، كان اللي بيقوم بعملية الإعلام والتكشو والفن والتمثيليات والمسرحيات السحرة. الآن تنوعت بقى عندنا فنانين متخصصين في في الرقص وفي الغناء وفي في التمثيليات وفي الخداع، وفريق السحر يعني انحصر جدا، عز من يبحث عنه ويتفرج عليه، والتكشو النصب في الأخبار والكذب والمراوغات كل هذه ألوان من التسلي للناس. العرب في هذا التوقيت أيام ابن البعثة كانت تسليتهم باللغة العربية بالشعر والنثر. عندنا طبعا وجه اخر من الترفيه، الكوره، فريق مهتم بالكوره، فريق مهتم بالتوكشو، فريق مهتم بالافلام والتمثيليات والمسرحيات، كل دي انواع من التسليه. التسليه في عصر النبوه او قبل النبوه كانت بالشعر والنثر، فكان عاملين مباريات يوميه ودوري محلي داخل مكة، ودور عالمي تشارك فيه كل الدول العربية الناطقة العربية، بل استطاع بعد هذا أن ينشر هذا حتى عند غير العرب،
لأول مرة يعرف الأجانب الشعر اللي موجود ومقفل على يد العرب. اللغة اللاتينية ما كان فيها لا شعر قبل العرب، لا شعر موزون ولا مقفل. الشعر الموزون مقفل والنثر بكل صور البلاغة الموجودة فيه والبيان والبديع، كل هذا كان أساطينه العرب. العرب ظل يتدرج فيه حتى وصل لفترة ما قبل النبوة، أن صار هذا الأمر هو أسطورتهم وأرجوزتهم وتسليتهم. ففي دور كما قلت محلي، كل يوم اجتمعوا في مكة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يسموه وقت الأصل. كانوا قد نصبوا على الكعبة 360 صنم، كل صنم له إله، وكل إله له مولد سنة، وكل بطن بطون العرب مختص بإله. البطن المسؤول عن الإله في يوم عيد ميلاده ده هو اللي يتكفل بنفقات المجتمعين، الأكل والشرب والتحية وغيرها. وفي نفس الوقت بيعقد داخل الكعبة سامر، في داخل صحن الحرام سامر زي مسرح، وتجلس عليه لجنة حكام نقاد في الشعر في اللغة، ويأتي الفرق المتبارية، بطن تيم مع بطن تميم، مش عارف بطن بني هاشم مع بطن مع خزاعة مع وهكذا. فالتقي الفريقان ويتباروا، أين أخطأ خطباء دول؟ أين أشعر شعراء دول؟ فيأتي كبار خطباءهم كبار شعراء، ويبدأ كل واحد منهم يعرض ما أعد من مادة شعرية أو نثرية خطبية، واللجنة تسمع من هذا ومن هذا وتعطي درجات وتحكم في النهاية. المباراة دي كانت يومية، كل يوم كل يوم. فلحظة إعلان النتيجة الدنيا تهيص كلها، وتتحول مكة دي كلها لاستاد كورة، تصفيق وصفير تيت تيت، وكل واحد يحيي فريقه. حتى وصف الله لنا هذا فقال: وما كان صلاتهم عند البيت، عبادتهم لعبدوا ربي عند البيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. مكاء وتصديق تصفيق وصفير تيت تيت، هاشم تيت تيت، ها مخزوم، وهكذا. وهي يوصل الشاهد يا إخواني، كان هناك أسواق ضخمة، استادات كبيرة تلتقي فيها بطون العرب كلها، في كل الفائزين من كل المناطق، ليعملوا عملية تصفية كأس عالم العالم العربي كله. من هذه الأسواق سوق المجاز والمجنة وسوق الرقاص، هذه الأسواق الضخمة يجتمع فيها حشود كبيرة جدا من كل المناطق من كل القبائل وغيرها، ويتم المباراة والتصفية النهائية. الفريق الفائز أو الشخص الفائز، طبعا عشان يخش المباراة العالمية دي ما ينفعش قصيدة 20 بيت ولا 50 بيت ولا 100 بيت. التصفية النهائية على المعلقات، المعلقة 1000 بيت حد أدنى، ينظمها ويحفظها ويقولها، يلقيها بلسانه مش مكتوبة. المعلقة الفائزة يكافئ صاحبها، الدوري ده بيعقد مرة في السنة كأس العالم. الفائز تعلق معلقته داخل الكعبة شرفا لها لمدة عام لغاية ما ايه يحصل التصفية الجاية. انا احببت انقل هذه الاخبار حتى ندرك الى اي مدى صار اللسان العربي طيع عند العرب، وصار ينظم الشعر العام والخاص، عوام من عام العرب بالسليقة، ينظم الألف بيت ويحفظها، بل قد يسمعها مرة يحفظها من مرة. الحافظ المتمكن يحفظ القصيدة الألف بيت من مرة، اللي أقل من شوية يأخذها على مرتين، يحفظها مرتين، يسمعها مرتين، لو سمعها مرتين.
اللي أقل يحفظها من ثلاثة. ودي أعملت ذاكرة الحفظ عند هذا الجيل بشكل عجيب، ولعل الله هيأهم لحفظ القرآن والسنة. تهيئة ربانية عجيبة عجيبة، أعد الله هذا الجيل إعداد فريد من نوعه لا مثيل له في التاريخ البشري كله، إعداد ربانا. والكلام ده أخذوه في البداية تسلية تسلية، بعدين عارفين إيه اللي يصير الناس وإيه اللي يخلي الناس تتفلفش لدرجة عارفين إن الرجال لا يصيرهم شيء كالحديث عن النساء. فاعتاد شعراؤه أن يفتتح قصيدته بالغزل قبل يخش الموضوع، دي المقدمة للغزل وذكر النساء. حتى الذي لا زوجة له يتخيل محبوبة ويشعر فيها، يشعر فيها. ليه؟ لأنه كان يعتبر الحديث عن النساء ترطيب للجلسة وتصحيح للنائم، تصحيح للنائم عشان كل يستيقظ يتنبه عشان يسمع ما يأتي بعد هذه المقدمة من عطايا ومن يعتبرها يعني إيه من التوفيق الذي وفق إليه. حتى كعب بن مالك لما يعني أحل النبي قدامه وجاء يعتذر، جاي يعتذر وبدأ قصيدته كالعادة العرب بالغزل، بانت سعاده في قلب اليوم بتقول، ولم يكن له محبوب اسمه سعاد، لكن تخيل سعاده ونظم عليه القصيدة. فالشاهد إخواني أنا حبيت سخته هذا هذه المعاني حتى ندرك إلى أي مدى وصلت اللغة العربية إلى قمة سابقة لم تسبق ولم تلحق. يعني لا الجيل الذي قبلهم بلغ ما بلغوه في هذا الجيل، ولا الذي بعدهم بلغ ما بلغوه. ولذلك جاء القرآن لهذا الجيل البارع البارز المبرز في اللغة وتحدى في لغته التي يحسنها ويتقنها، وتحدى فإن كان أبلغ بلغاء العرب وصل مرحلة. الله خلنا يعني المسلم مسترجع هذا التاريخ شيء يذهل يذهل، إزاي أتقنوا اللغة بشكل عجيب وصل بعطاء متأخر عن الجيل الصحابي، واصل من جيل تبعي جيل حسن بن مصر، بل كان هو يعني حتى نفس حسن كان ألبخ في الراء، كان يعتلي المنبر الخطبة بالكامل لا يستعمل فيها الراء قط قط، يعني استطاع أن يأتي بالكلمات البديلة لكل الكلمات اللي فيها الراء في اللغة العربية لدرجة صفة خلان يعرفه لدغته، قال لك بس الخطبة بيحضرها وجهز نفسه فيه. طب نحرجه وهو أمر الخليفة، أعطوا له ورقة وقال يا واصل اقرأ هذه الخليفة، فكتبوا فيها أمر أمير أمراء بحفر بينهم الصحراء كلها راء، لعل راء تفلت منه تظهر لدغته كل زي الغندي أخ إخ كل شيء إخ. عاصم مجرد أمسك الورقة أدب، قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء وأفلت واصل. بل هذا علي بن طالب دخل على جماعة من الصحابة وجدهم يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمة الحضور على الألف اللي ده أكثر حروف تكرارا. قال اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا بمئتي جملة ما استخدم فيها الألف قط لا قطعا ولا وصلا. إيه دول؟ ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ حقيقة اللغة وصلت عندهم مراحل حيرت العقول، ورغم هذه البلاغة العجيبة جدا يأتيهم التحدي. فليأتوا بحديث المسلم كم شر عجز رب العباد يعلم إن في العرب أنفة غير موجودة في سماع الأرض. لما تسيب سوق رب العباد ألح في التحدي، بل ألح في امتهانهم ليصير حفيظتهم حتى يقبل التحدي. فمرت برؤوسهم التراب وبعقولهم وبعقول أبائهم
وأسلافهم وأفكارهم وآلهتهم، كل ما قدسوه القرآن برغ الأرض عشان يخبرت حد ويأتوا بمثله. مفيش، نزل معهم التحدي، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دونها كنتم صدقين، ادعوا اللي انت عايزينه، الانس والجن واللي فوق واللي تحت واللي يعجبكم. عشر سور بس عجزوا، وفي كل مره يعيد الكره ويمرق برؤوس التراب ليثير الانف فيه. فلما عجزوا تحدى بسوره، فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعت من دون الله كنتم صادقين. عاجزوا. السورة كان أقل السورة الثلاث آيات كما ذكر شيء سورة الكوثر ثلاث آيات، استطاع ما فيش. فخرج عن دائرة القرآن والنظم. أنا تعمدت أسوق هذا كله عشان نصل لهذه الحقيقة. خرج بره القرآن تنهائي في الآية التي استخدمها الشيخ، عشان كده يعني تعمدت أشرح هذا الشرح. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. من مثله يعني يشبهه، مش زي، مش مثله، من مثله يشبهه يقترب منه. شفت هذا المعنى؟ حتى ندرك ان التحدي اكبر من طاقاته كلها، رغم ما لهم من قوه في اللغه وسليقه وفطره حتى صار يتقنها العامي والعالم والعام والخاصة والأساتذة الكبار، كان من أكبر نقادهم، بل أكبر نقادهم على الإطلاق كان ابن المغيرة، كان أعلم الناس بنقد الشعر النثر. وذلك الإلزام الحكام لما يختار ولادنا لو فيها الوليد خلاص حد سيفلت منه، حتى لقبوه وحيد عصري وفريد ذهبي. هو نفسه لما سمع القرآن حار عقله رغم نقده الشديد، لدرجة ضميره أن يتحرك. فجاء المجتمع من قريش قال هل جربتم على الناس مسمعين، قال هل جربتم على محمد قط كذا من قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا لا. فعندها أعلمهم بملكاته وإمكانياته، قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. في واحد فيكم أعظم في النقد مني؟ تحداهم أن يكون أحد أشد نقدا منه أو أعلم بالشعر بكل ما يتعلق به منه. وما أحد منكم أعلم بالشعر مني، ما نزع واحد أقر له بهذا الفضل. عندها نطق قال لقد سمعت منه اليوم عجبا. وانظر اللغة العربية الطيبة في لسانه، ذكر سبع وجوه نور الأنس في القرآن. لقد سمعت منه اليوم عجب، أول وجه إن له لحلاوة رقم اثنين، وإن عليه لطلاوة رقم ثلاثة، وإن أعلاه لمثمر أربعة، وإن أسفله لمغدق خمسة، وإنه لا يعلو ستة، ولا يعلى عليه سبعة. سبع وجوه من وجوه الإعجاز في القرآن ذكرها ابن المغيرة في عبارته. لكن تحت الضغط وخاصة من رجال الإعلام، وكان على رأسهم حكيم الإعلاميين اللي لقبوه أبو الحكم أبو جهل عمرو بن جهل، كان من أنكر الإعلاميين العرف في التاريخ. إعلامي خطير، شاعر، خطيب، إعلامي تكشو على أعلى مستوى، استطاع أن يخدع أهل مكة كلهم على مدى سنين. بل جل من حجبوا عن الإسلام كان وراءهم أبو جهل، حتى لقبوا أبو الحكم وسيد الوادي. سيد الوادي أبو الحكم لم يزل بالوليد بن المغيرة، رغم فكر الوليد العالي وعقله العالي جدا
لم يزل به حتى رجع كلامه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. فجاء القرآن يصف الوليد في هذه الحالة فيقول ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلت له أعطايا، جعلته وحيد عصري في النقد في الشعر مثلا، ده عطاء الله منه عليه، من الله عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أولاده كانوا حاجة فخمة، خلق مرد طول عرض وقوة نادرة، وأقوى منه أخوه الأكبر الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد أسلم قبل خالد، وكان أسلم خالد على يد الوليد. الوليد ده اللي كان في الحصار، وكان النبي يدعو له باسمه في القنوت في الفجر، كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد أخو خالد الأكبر، ومن إخوانه عمارة بن الوليد. عمارة كان أجمل فتيان قريش، طول وعرض وجمال، لدرجة قريش لما تآمرت على أبي طالب وقالوا يعني اعتنا ابن أخيك ونعطيك أجمل فتى في قريش، كان يود أن يبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمارة بن الوليد، هو ده أجمل فتى في قريش باتفاق قريش كله. لذا يقول تعالى وبين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع الأزيد كلا إنه كان لآت عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر في العبارات اللي قالها كلها، فقتل كيف قدر، لم يقول قتل كيف قدر عند العرب، يعني بلغ نهاية الفكر، ثم قتل كيف قدر، ثم بلغ نهاية النهاية، ثم نظر بعد كل ده، ثم عبس بصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. قال نص مخصوص في مصيره ومآله. وصل المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك العرب وصل لهذه المراحل، والقرآن تحداهم، مر خلصهم في التراب، فأتوا بسورة من مثله. ولما نقول من مثله يبقى مش عايز ثلاث آيات، لا ده طلع بره القرآن خالص، خارج القرآن نهائي، فأتوا بسورة مثله تشبهه تقترب منه. أما القرآن نفسه فالتحدي فيه يسمو على ما يشبه القرآن. عشان كده لما الشيخ بيقول إن الثلاث آيات مع بعض يعد وحدة في التحدي، مش من حيث التركيب بس اللغوية، من حيث المعاني التي طرحتها الآيات، ده كل آية منهم ربنا سماها آية، يعني وهنشرح المعنى آية، دليل وبرهان ومعاني كثيرة جدا، ذكرنا خمسة معاني، كل واحدة من دول علامة فارقة في خطاب الله الخلق، فكيف لو اجتمعت ثلاثة؟ التحدي قائم. يبقى قضية إفراد الآيات وتحديد عددها مسألة مش هينة، لا، ده الآية وحدة من وحدات التحدي، بل أقول مشد، وإن جاء التحدي بالسورة إلا أن بعض الآيات وحدها كافية في التحدي حتى مع العرب. بلاغة العرب مهما علت تقف عاجزة. لما قلت تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من أقصى الآيات، المعاني اللي فيها كل أمثال العرب عجزت أمامها، وكل بلاغة العرب حارت أمامها. لما قلت تعالى سن نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يشعرون. يقول الإمام القرطبي هذه الآية وحدها جمعت عشرة أساليب بلاغية. كم عربي يستطيع أن يكتب عشرة أساليب في جملة قصيرة كهذه؟ فما بالك لو أطول سنة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقول الإمام القرطبي حوت 24 أسلوب من أساليب البلاغة في جملة آية. من العرب نادى في آية كهذه وغيرها؟ أنا ضربت أمثلة. القرآن يتحدى
قد التحدي، لأن هذا بلا نزاع كلام الله الذي يفوق كلام الخلق جميعا، ولا طاقة للبشرية إلى مثله أو إلى ما يماثله أو يشبهه حتى. فكيف لا تكون الآيات موضع التحدي؟ أنا أحببت بس إن دي الفائدة الأولى من وجود الآيات. طلت فيها أطلنا، نكتفي بهذا القدر عشان ناخذ الفائدة الثانية. تفضل يا خمسة. الفائدة الثانية حسن الوقف على رؤوس الآية عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة، بناء على ظاهر الحديث الذي استدل به فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ الرحمن الرحيم ثم يقرأ. قال صاحب التبيان في موضع آخر من نصه، قال بعض العلماء وفي الاستدلال به أي بذلك الحديث على ما ذكر نظر، وذلك لأنه حديث غريب غير متصل الإسناد، رواه يحيى بن مسعد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، والأصح ما رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ذكر ذلك الترمذي. أقول ويمكن الجمع بين هذين الحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآية، وكان تارة يتبع في الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآية لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. وعلى هذا يمكن أن يقال حيثما كان الناس في حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآية ولو لم يتم المعنى، وحيثما كان الناس في غنى عن معرفة رؤوس الآية لم يحسن الوقف إلا حيث يتم المعنى. ويحتمل أن كلمة مفسرة حرفا حرفا في الحديث الآنف يراد بها الترتيب وإخراج الحروف من مخارجها فلا تعارض الحديث الأول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. هو فتح موضوع كبير، موضوع علم الوقف والابتداء في القرآن، وهذا الحقيقة علم الناس يتعودوا يأخذوا علم التجويد، وقليل من الناس من يحرص على تعلم علم الوقف والابتداء، مع أنه فريضة كما قال الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى، وبعد تعلمك للتجويد لا بد من معرفة الوقوف، ولا بد يعني تعني اللزوم والوجوب. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء في القرآن كما تعلمون القرآن اليوم، زي ما تعلم القراءة احنا كنا بنتعلم الوقف والابتداء في كل آية، فين الموضع اللي يتم في المعنى خف عنده، ومن أين يبدأ الوصل، متى نقف، ومن أين نبدأ. هذا علم كامل، والعلم ده جامع لعلوم شتى. أولا علم الألفاظ، علم النحو الصرف، علم البديع، علم البيان، علم البلاغة، جامع لعلم المعاني، جامع لعلوم النظم ومنتشر النظم. كل دي علوم يحتاجها دارس الوقف والابتداء. ليه؟ الوقوف هنا المعنى أتم ولا أقل تماما، أبلغ ولا يخالف البلاغة، أبين ولا يخالف قاعدة البيان، وهكذا وهكذا.
فتعلم علم وقف الارتداء وده علم خطير وللأسف الشديد إن الأمة في عصورنا ضيعته. سامحوني يعني كنت بدرس أحد شيوخي من أمتع ما تعلمت في حياتي علم وقف الارتداء. ليه؟ لأني بيعرفني إن وقفت في هذا الموضع إيه المعنى اللي أستفيده، ولو زدت إيه المعنى اللي يضيف لي الزيادة. في كل آية في القرآن آية آية هذا معنى خطير جدا 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 للأسف الشديد، ولجهل الناس به لم يعرف قدره ولا قيمته. الوقوف على رؤوس الآيات هو العمدة في هذا العلم، أقول العمدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتله بين يدي أصحابه هم أهل لسان، ويعرف إذا وقف إيه المعاني اللي تضاف عند الوقف وإيه المعاني اللي بتتم، ولذلك كانوا حريصين كل حرص إن يعرفوا رؤوس الآيات اللي حوت جملة من المعاني والعلوم استقلت بذاتها عن غيرها. هذا معنى خطير جدا جدا. الصحابة حرصوا على هذا حرص شديد، واحنا وضحنا نتكلمنا عن الاختلاف في عدد الآيات، قلنا ان بعض الصحابة اللي سمعوا النبي وقف في يعني طبعا قلنا الآيات كلها 6100 متفقين عليها كلهم، الخلاف كله وقع في الزيادة عن 100 6100، هل هم 36 أو 24 وما بين ذلك. الاختلاف وقع في مواضع النبي وقف فيها مرات ووصل مرات، فاللي سمعه حال الوصل لم يعدها آية، واللي سمعه حال الوقف عدها آية. دي الآيات القليلة جدا اللي اختلفوا فيها، لكن الأصل إن الكل سمع منه باتفاق على رؤوس 6100 آية لا خلاف فيها. إذن كمال المعنى واكتمال المعنى وكمال الموضوع مطروح استقر في صدور الصحابة واستقام عندهم، وكان الضابط الرئيس لهذا وقوفه صلى الله عليه وسلم على رسول الله. الحديث الوارد في حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين، برضه حديث أم سلمة يمد واقف. فالحديث بين أن في وقف على رؤوس يمد واقف، والنصوص تضافرت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات. لكن هل الوقف محصور في رؤوس الآيات؟ لا، رؤوس الآيات موضع وقف، لكن هناك وقف مع الآيات الطويلة لازم نشوف معنى يتم. عشان كده العلماء عمدوا إلى هذا العلم اللي درسوه بالذات، وجاءوا في وسط الآيات وبدأوا يقسموا. هنا وقف جائز يستوي فيه الوقف مع الوصل، وهنا وقف جائز يقدم فيه الوصل على الوقف، وهنا وقف جائز يقدم فيه الوقف على الوصل، وهنا وقف لازم لأنه ليس برأس آية لكن لازم، لأن المعنى لو وصلنا يختل. هنا موضع لا يجوز في الوقف لأن الوقف فيه يخل بالمعنى. كل العلامات دي اللي حطوها الجيم وقلي وصلي والميم الوقف اللازم ولا الناهية عن الوقوف، كل هذه العلامات طبعا أخذت في تاريخ الأمة أشكال عدة، بعضهم كان يكتب عوف أخرى غير قلي وصلي وكده، كان يكتب طاء يكتب مش عارف سين كده، لكن الشاهد أن هذه الأمور كانت موضع اجتهاد من الصحابة، وخاصة الدارسين لعلم وقف الارتداء عارفين أن متى يتم المعنى وأي المعنى أكمل، الوقف يتم به المعنى ولا الوصل.
طب والاكمل الوقف والاكمل الوصل، والاثنين زي بعض. ومن هنا جاء هذا الرسم اللي رسموه المتاخرين على مواضعه في الايات، في المكان ده في قلي، يبقى يجوز الوقف يجوز الوصل والوقف اول. هنا في صلي يبقى يجوز الوقف يجوز الوصل والوصل اول. هنا في جيم يجوز الوقف يجوز الوقف والامر بالتساوي. هنا لا، لا يجوز الوقف. هنا ميم يلزم الوقف. فوضعوا هذه العلامات لتساعد اي دارس لعلم وقف الابتداء على الاقل حتى ولم يدرس العلم يعرف متى يقف ومتى يصل وايهما احسن بهذه العلامات، ايهما يقدم. لما يقول الوصل اولى يبقى الوصل اولى، الوقف اولى يبقى الوقف اولى، وهكذا. هذه المعاني طبعا خطيره كلها ولدت هذا العلم المفرد. لذا احتاجت الامه يقينا لمعرفه رؤوس الايات حتى تحدد المعاني المطلوبه والعلوم المستنبطه والمعاني المستخرجه والمستقاه من الايات آية، سواء الآية في ذاتها باستخلالها أو في نظمها، لأن نظمها جمع الآيات على بعضها. فالمعاني اللي استخلت بها الآيات معاني القرآن تحدى بها الخلق، والمعاني التي نظمت في نظم يجمع عدة آيات أيضا تحدى بها الخلق. كل دي مش على كلام عادي، تتكلم على كلام رب العباد الذي قال عنه تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مفيش كلمة فيها زار، كل كلمة في القرآن مقصودة، بل كل حرف مقصود. لدرجة طبعا بعض أهل اللغة عندهم شيء من التجاوز في اللغة العربية، ولكن الحرف ده زائد في القرآن. لا، لا يقال حرف زائد. زاد عند العرب في كلامه ماشي، استعماله ماشي، لكن في القرآن لا. إذا يقول علماء القرآن لا يجوز أن نسميها حرف زائد، فليس في كلامنا زيادة ولا نقصان. معنى الحذف من لغة العرب، إذا حذف الله عز وجل يبدأ يقصد المعنى البلاغي الوارد بالحذف، يبقى لا في زيادة ولا في نقصان، لكن كمال المعنى وتمامه بالموجود المنصوص عليه. لما قال النسر في حق النسر ما علمنا عليه من سوء، اللغة يقولون من هنا زائدة، أي ما علمنا عليه سوء، رد عليه وقال هذا مستحيل، الكلام ده هيخل بالمعنى يقينا. لو قلنا من زائدة وما علمنا عليه سوء، يبقى السوء اللي يتعلق بمحاولات المراودة والزنا، لكن قولهن من سوء أضافت معاني كبيرة جدا. مش في دي بس، ده ما علمنا عليه أي لون أو نوع من السوء، من هنا تعم كل أنواع السوء من ألفاظ عموم عند أهل الأصول باتفاق. ذكر علم الأصول قالوا من ألفاظ عموم، فقولنا من سوء إن درجة تحتها كل أنواع السوء المتخيلة، يعني لا بيخمس ولا يلمس ولا يتكلم ولا يكذب ولا يمس ولا يقع منه أي سوء قل أو كثر مهما تنوع السوء. يبقى نفوا عنه كل أنواع السوء لما نحصرها في واحد اختل المعنى يقينا، انحصر في المراودة بس، مقدمته مقدمة ذهن ما علمنا عليه من سوء. ذكر ابن عباد يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى صرف عنه السوء جاءت معرفه
كل انواع السوء، كل انواع السوء. فالألم هنا الجنس، جنس السوء. رب العباد اثبت انه نفع عنه كل السوء، والنسوة اثبتنا انهن ما علمنا عليه اي نوع من السوء. كيف نحصرها في نوع؟ أليس هذا خلل بين في معنى؟ يقين خلل بين في معنى. إذن لو قلنا بقول العرب إن من زائدة ضيعنا المعنى. إذا قال أهل القرآن لا يقال من زائدة، لكن يقال من مزيدة، زيدت لمزيد معنى. ودي دقة القرآن المتناهية، إن ما في حرف في موضع إلا هو فصل. لما أقول إنه لقول فصل، يبقى كلماته فصل، حروفه فصل، جمله فصل، أساليبه فصل، معانيه فصل، نظمه فصل. مفهوش هزار، مفهوش خلل، ده نظم كل وحي رباني بلغ نهاية البلاغة ونهاية الفصاحة. أفصح الكلام وأبلغ الكلام. الكلام ده ينطبق على كل ما في القرآن من حروف وكلمات. أقول من حروف وكلمات، فإزاي نضيع كل المعاني دي بالخيال بتاعنا، بسوء الفهم؟ لذا قلنا أن حروف القرآن وأساليب القرآن استخدمها كلها فصل، وكلها في قمة الإحكام. ما فيش جملة نستطيع نستخدم منها خلل، ولا كلمة ولا حرف. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، حتى التفصيلات الحروف والكلمات والمعاني كلها، وصول البلاغي فيها وصول البدائي فيها البدائي فيها وصول البان فيها. قال أحكمت آياته ثم فصلت، كل التفصيلات أيوة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فإذا كانت التفصيلات لدى الحكيم الخبير، إيه اللي نمسك عليها؟ بل بيّن تعالى ما هو أدق حين قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. يعني كل التفصيلات اللي ذكرت دي على وفق علم العليم الخبير. نقول على علم، علم من؟ علم العليم الحكيم الخبير اللي أنزل. فإذا كانت التفصيلات على وفق علم الله عز وجل، من أين أتى الخلل؟ يستحيل، يستحيل لا في حرف ولا في كلمة. إذا احتجنا أن احنا نرتقي حتى ندرك معنى القرآن وندرك علوم القرآن. دراسة علوم القرآن من أخطر العلوم اللي غاب عنها الناس. أنتم شايفين هو مع العرض بتتفتح لنا أبواب ودقائق غابت عن ملايين الخلق. كم واحد مسلمين الآن يتعلم علم وقف الابتداء؟ سقط هذه المعاني حتى ندرك نحن أمام أمر جلل عظيم جدا جدا فوق طاقات الخلق. يبقى احتجنا لوقف الابتداء ما احتجناش، احتجنا لرؤوس الآية ما احتجناش. إذا كنا محتاجين لوقف الابتداء اللي في النص، فكيف برؤوس الآية؟ بالأنساع نحن في حاجة إليه، نحن في حاجة إليه، بل في أمس الحاجة إليه. ودي أهميتها، وهذه من فوائدها الدقيقة جدا 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 والتي غابت عن الناس وغاب عنها الناس. إذا مطلوب نحن نفهم أن ما في علم في القرآن، القرآن استعمله جاء لغير حاجة. استعمل رسلات يبقى قيمة فيها فوائد جمة، منها ما نعلم وافتح اللي بقى علينا، ومنها ما لا نعلم. بعدين في نفس الوقت يعني رؤوس الآيات بتنظم الإنسان حتى تلاوته نفسه، طريقة قراءته، كل دي معاني وفوائد تخدمنا وفي الفهم وفي استخراج المعاني في استنباط العلوم. شيء عجيب عجيب عجيب.
التأكيد بحي الأخ الحقيقة. فدراسة هذا العلم بالذات علم وقف الارتداد حقيقة من أخطر العلوم، بل كما ذكرت في بداية كلامي أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يعني ابن الجزع رحمه الله تعالى قال هذه من الواجبات، وبعد تجويدك الحروف لابد معرفة الكوفي، لابد معرفة الكوفي، معرفة وقف الارتداد عشان تفهم يعني معاني، يعني بلاغة، يعني بديع، يعني بيان، يعني نظم، إيه متشابه النظم. كل هذه العلوم ارتبطت بسياق الآيات وبالوقف فيها والاعتدال، ربط عجيب جدا جدا جدا، بينما تناغم شديد، تلاقي شديد، لا يفك عدم الآخر. هذه العلوم لا تنفك عن الوقف الارتداد، ولا يقوم عن الوقف النداء بغيرها، ولا يفهم بسواها. وصل معنى خطير ده؟ إذن هذه النقطة وهذه الفائدة من أعظم الفوائد التي غابت عن الناس وغاب عن الناس الوقت الحقيقة، يعني لا يسعفنا الاستانسة، خلاص الوقت خلص. أضطر أخف عند هذه النقطة اليوم، ولكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم كان في العمل البقية وقدر الله اللقاء. جزاكم الله خير لحسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟